أميزديا شريكك للنجاح. هو أنت ينفع لما باب التلاجة يعلق تروح تجيب نجار يصلحه؟ ولا خرطوم المية في العربية لما يضرب نجيب سباك يعمله؟ أكيد لا، ده حتى المثل بيقول إد العيش لخبازه. يعني لو عندك مشروع تجاري في أي مجال وحابب تنجح عليك وعلى شركة أميزديا. أميزديا شركة تسويق إلكتروني وإعلامي، هتوصلك بكل الناس في أي مكان وبأقل الأسعار. مع أميزديا هنعمل لك حملات ممولة على كل مواقع التواصل الاجتماعي وعلى قناة تلفزيونية معروفة. عندنا كمان إدارة كاملة لصفحات الفيسبوك، تصميم ويب سايت، فيديوهات تصويرية وموشن جرافيك. كل اللي عليك تعمله إنك تعرفنا طبيعة مجالك وشغلك وإحنا هنوصلك بالعملاء بتوعك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعزائي وأحبائي المشاهدين، هنبدأ معكم النهاردة حلقة جديدة من مطبخ رئيسة. إن شاء الله بإذن الله هنعمل أكلة جديدة، هي موجودة في كل البيت المصري بس إحنا هنعملها بطريقة جديدة ومختلفة. النهاردة هنعمل صينية القرنبيط بالبشاميل، و نوع يعني نوع تاني اللي هي القرنبيط باللحمة المفرومة بصوص القرنبيط نفسه. فإحنا متعودين القرنبيط عموما بنعمله مقلي، النهاردة أنا هعمل حاجة مختلفة، إن أنا هعمله صينية وباللحمة المفرومة وبالبشاميل. فهنبدأ الصينية الأولى، هي عبارة عن القرنبيط أو كما يقال الزهرة البيضة، هنعمله باللحمه المفرومه والبشاميل. هنبدا يعني الخطوه الاولى هي عموما سهله وجديده، غالبيه الاطفال ما بيحبوش القرنبيط وما بيحبوش ياكلوه، بس بالطريقه دي ان شاء الله هيحبوه وهيحبوا طعمه لانه هيبقى مختفي مش ظاهر في الاكل. هنعمله ازاي؟ هنعمل العصاج الاول، هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، نحط السمنه. غالبيه الاطفال ما بتحبش طعم القرنبيط، احنا بنعمله مقلي عموما لكن الطريقه دي مختلفه وطعمها جميل ما شاء الله. يعني انا عملتها اكتر من مره وجربتها ما شاء الله عليها يعني. فهنعمل اول العصاج، طبيعي كلنا بنعمل العصاج في البيت، هو عباره عن بنعصج اللحمه وبنحط الفلفل الالوان والبصل، دي سهله. بعد كده بنعمل البشاميل، انا يعني هشرح وهكمل شغل يعني. فهنقول بسم الله الرحمن الرحيم، هنحط الاول اللحمه، بسم الله الرحمن الرحيم، هنشوح الاول اللحمه، نعصجها. هو طعمه في صينيه اللحمه تديله طعم مختلف، طعمه احلى كتير من اني ومقلي حلو بس المتعصج احلى واحلى. فهنحط اللحمه يعني العصاج العادي اللي كنا بنعمله، والبشاميل العادي يعني البشاميل، معلش انا عشان وقت الحلقه، فالبشاميل عباره عن معلقتين دقيق بنحمرهم او بنشوحهم تشويح بسيط، وبعد كده بنضيف عليهم مع السمنه، بنشوح الدقيق مع السمنه وبنضيف عليه الدقيق والسمنه والدقيق واللبن، بنضيف عليه اللبن. ماشي، نشوف النار دي اشد شويه، معلش انا بدور على النار الشديده اشد عشان ايه الحق الوقت. بس فده البشاميل العادي، مفيش اي اختلاف، حابين تعملوه في البيت يفضل. في البشاميل الجاهز بره انا ما بفضلوش لانه عباره عن نشا وتوابل ليس اكثر ولا اقل. البشاميل اللي نشتريه من المحلات نشا وتوابل مش اكتر من كده، لكن لما بشاميل البيت احلى واطعم. بنشوح، عملته قبل كده في المكرونه البشاميل الحلقه قبل اللي فاتت، بنشوح الدقيق مع السمنه يصفر لون الدقيق، بنضيف عليه اللبن
والتوابل ملح والفلفل بس، وبعد كده بنقلب فيه لحد لما يتماسك. بس انا عشان وقت الحلقه فانا ما قدرتش اعمل البشاميل، هعمل العصاج، لان البشاميل بياخد وقت على بال ما يبرد، لان بعد ما بيبرد احنا بنضيف ليه بيضه او بيضتين تدي له طعم مختلف. طبعا مع البيض بنضيف الفلفل الاسود عشان يضيع طعم البيض او ريحه البيض، تبقى معلش شويه ليها ريحه زفره شويه، فبنغيرها بالفلفل الاسود. كده اللحمه اتعصجت، هنحط البصل، بنشوح البصل. انا قبل الهواء انا كنت عامله بشاميل، عاملاه جاهز وجايباه عشان وقت الحلقه، لانه البشاميل المشكله ان هو محتاج يبرد ونضيف عليه البيض. لا عادي مش مشاكل. الو، وعليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيف؟ يا اهلا وسهلا، مين معاك؟ الله ينور عليكي في البشاميل، معاكي محمد الخولي من الشرقيه. اهلا وسهلا، يا مرحبا يا مرحبا، اهلا وسهلا بحضرتك، اهلا بيك. انا كنت عايز اعرف طريقه الكريب، بس انا احترت في عمايلي والله. كريب؟ اه حاضر. كريب سهل خالص. الكريب عباره عن بيضه بنخفقها كويس، وبنضيف لها كوب لبن او نص كوب لبن. لو الكوب ده يبقى كوب، هنحط نص كوب لبن ودقيق. دقيق ده حسب الطلب، لان المفروض ان هي بتبقى شبه سايله. وبعد كده بنجيب طاسه، لازم تكون تيفال او نوفال او سيراميك، اهم حاجه الكريب ما يلزقش في الطاسه. وبنجيب مغرفه وبنغرف بالواحده، بنكب كده وبنساوي كده بالطاسه، وبعد كده لما يصفر لونه تحت نقلبه على الوش الثاني وكده. وممكن نحشيه لا اما جبنه، او لو هي ملحه، او عصاج لحمه، شاورما، اي حشو حضرتك تحبه. لو يعني عايز تعمله مسكر او حلو، ممكن نحشيه والشوكولاته، اي حاجه يعني شوكولاته. تمام سهلة. تمام، شكرا. شكرا لله، شكرا لله. بعد كده بنضيف البصل. بعد البصل بنضيف معلش معلقه ثوم مهروس ومدقوق، لان ده اللي بيدي الطعم للعصاج. اهم حاجه الثوم، اكتر حاجه بتدي طعم للعصاج الثوم والصلصه. يعني يا ريت اللي بيعمل العصاج ما يستغناش عن الثوم او البصل، الثوم او الصلصه، معلش اسفه، الثوم والصلصه. بعد كده الثوم اهو عشان الطاسه سخنه فاستوى بسرعه. بعد كده بنضيف الفلفل الالوان. بسم الله الرحمن الرحيم، هنضيف الفلفل الالوان كله، هنحطه مره واحده، لانه كده الفلفل الاحمر، وهنضيف الاخضر وهنقلبه. العصاج شبه استوى، يعني غالبا 90% منه استوى. هنحط بس حاجة بسيطة، هنحط الصلصة والتوابل. الصلصة معلقة كبيرة صلصة، والتوابل. التوابل عبارة عن بصل بودر معلقة، وفلفل اسود، كمون، فلفل اسود، في حبهان، في ورق لورا، يعني كل التوابل اللي حضراتكم تفضلوها. دي حطيت البصل، ده الثوم، وبعد كده جزء بسيط من المرقه. بسم الله، مرقه. وكده العصاج بتاعنا استوى، هنقلبه بس تقليبه عشان الفلفل الالوان اللون بتاعه ما يضيعش. نضيفه اخر حاجه في العصاج، هيفضل لونه زي كده، نفس الطريقه دي، هيفضل لونه اصفر. وكده احنا خلصنا العصاج، هنقلبه بس تقليب عشان الصلصه. نحط له معلقه صلصه تاني
النعناع. القرنبيط باللحمة المفرومة طعمه مختلف، اللحمة المتعصجة بتديله طعم فظيع، حتى الأطفال اللي ما بتحبش القرنبيط مش هتاخد يعني مش هتلاحظ ان في قرنبيط في الحشو، كل الأطفال بتحب اللحمة المتعصجة وكل الأطفال بتحب اللحمة دي. كده احنا كده العصاج خلص، هنزلته من على النار. هنبدأ نعمل نرص الصينية. الصينية عبارة عن، معلش أنا آسفة، القرنبيط اخر حاجه بنضيفها. القرنبيط احنا المفروض ان هو بنحمره في الزيت، لا القرنبيط احنا هنقطعه قطع صغيره كده خالص اهي، وهنضيفه على اللحمه. ادي القرنبيط كده، الخلطه استوت، ده طعمه فظيع يعني، ده طعمه أحلى ما أقولكوش يعني. أهم حاجة تظبيط البشاميل، ما يبقاش البشاميل تخين وما يبقاش طري، يعني لا هو تخين قوي ولا هو طري قوي، هيبقى بس كده. احنا عشان القرنبيط ده مسلوق فمش عايزة ياخد أكتر من كده على أساس ما يستويش اكتر. هنبدأ بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم. هرص الصواني الصينيتين، هعمل واحدة بخلطة البشاميل بسم الله الرحمن الرحيم. اللي بالبشاميل انا قلت لكم ان انا عاملة البشاميل عبارة عن نص كوب دقيق معاه بنشوحه في السمنة لحد ما يحمر، بنحط عليه اللبن وبنتبله بالملح والفلفل، ولما يبرد خالص بنضيف ليه البيض. هحط جزء من البشاميل تحت اهو الطريقة دي. انا عملت البشاميل قبل الهوا لان البشاميل محتاج وقت عشان يبرد، فما عنديش وقت انا وقت الهوا، فعملت البشاميل في الاول. انا حاليا في المرحله الاخيره ان انا برص الصينيه. ادي البشاميل، طبقه من البشاميل، وهحط نص المقدار ده هرصه هنا في الصينيه. والجزء ده هيفضل للصينيه التانيه. ادي العصاج مع القرنبيط او الزهره البيضة، احنا بنقول عليه القرنبيط او القرنبيط. بعد كده ادي كل اللي عملته، بشاميل تحت والقرنبيط مع اللحمه المفرومه، وهنحط باقي البشاميل كده. البشاميل كده، نكمل بقى البشاميل عشان هنسويه. ممكن نرش على وشه شوية زيت أو زبدة سايحة، يا زبدة سايحة يا زيت يا سمنة، هيدول اللون الأحمر، وده هيبقى أول صينية. طريقة البشاميل باللحمة المفرومة القرنبيط. هعمل الصينية التانية عبارة عن ده، هيبقى شكله النهائي ده اللي هو بالبشاميل. الطريقة التانية بنعمل أربع بيضات، بنحط على الأربع بيضات كوباية لبن، يعني كوب نص، بس يعني كوب لبن كويس. البيض لازم يتضرب معاه فلفل أسود عشان يضيع ريحة البيض. بعد كده احط خضره، احط خضره هنا بسم الله الرحمن الرحيم، خضره بسيطه وتوم. التوم برضو بيدي له طعم. يبقى هنا حطينا البيض مع الفلفل الاسود مع اللبن مع الخضره مع التوم. بعد كده هنضرب بالدقيق، هنضرب
هنضرب الخلطة دي وهناخد جزء من كده. ضربنا المقدار ويفضل نكون سايل، يعني ايه اخف من كده شوية يعني. كده انا معلش ممكن احط له لبن علينا. هنجيب الصينية التانية، هنضيف جزء من خلطة البيض مع اللبن مع الدقيق تحت الصينية تحت كده، وبعد كده هنضيف باقي اللحمة المفرومة مع القرنبيط. زي ما قلت لكم طعمه تحفة يعني مختلف، وخصوصا لو انت ظبطتي المقدار وظبطت الطعم يختلف. اللحمة المفرومة المتعصجة مديها طعم احلى كتير من المقلي. المقلي طبعا كلنا عارفينه وكلنا في بيوتنا بنعمله، بس احنا حبينا نعمل حاجة مختلفة. الطريقة دي ان شاء الله الاطفال كلها هتحبه. وبعد كده هنضيف المقدار الثاني نضيف مقدار البشاميل الباقي. لازم نغطي كل الجوانب الصينية. الاسباتيولا هلم وهيبقى ده الشكل النهائي، دي للبشاميل ودي لخلطة البشاميل، ده يبقى الشكل النهائي. وبالهنا والشفاء، ويا رب تكون ضيفة خفيفة عليكم واستفدتوا مني، ويا رب ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.